الحلال يا رب. ابعد يا رب. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو ده مش هو اللي فردك وش دي نايمه؟ لا حول الله لا حول الله. نمت ازاي دي؟ نام نصيبها كده اهوت. انت اللي نمتها؟ لا يعني كنت واخده منوم يعني. يا عم شوف هنا الله يخليك. كنت واخده منوم؟ ايه ظرافه ام حضرتك دي؟ معلش انا اسف اتفضل بس. يا فين العجله؟ ايوه فين؟ خد يا عم العجله. يا عم يا عم يا عم يا عم يا اسطى يا اسطى العجله ايه؟ عجله ايه؟ فين العجله؟ ايه؟ اتفضل. انت بتحط العجله في حته غريبه. معلش معلش اتفضل. حاضر اتفضل. معلش تعال. فين يا عم العجلة؟ اهي فين؟ ايه دي؟ اه تصدق دي نايمة وبتشخر كمان. دي نقش. يا اسطى اصلا مدام دي رنه. طب كلمها. طيب معيش نصيب، ضيعت رناتي كلها على اصحابي. طب استنى تتصل. اه اما الو، فتحت عليا التليفون ليه؟ الو في ايه يا اما؟ ما فتحت عليك التليفون. انا يعني فتحت عليك الحمام؟ ايوه. الو الو الو، لقد نفذ رصيد امي. خد كلم امك وخلصني. وانت تعرف نمرتها منين؟ الو اما. ايوه اما. لا 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 براحتك. لا ده تليفون زبون، هو ظريف لطيف تي غلس كده. لا 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 ايه حناوي؟ خالي حناوي؟ خالي حناوي هو شاف شكلي قبل كده؟ خلي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. لا 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 روح انت، روح انت بقى. اه بقولك ايه، ما تنسيش تجيبي معاكي 5 كيلو مسامير 10 سنتي لزوم الشغل عشان ارميها على الطريق. انت اللي بترمي المسامير على الطريق؟ اه ليه؟ ما تاكلهاش من ايه؟ ما تاكلهاش من ايه يا مفطرين يا ظالمه. يا ابن الكلب يا ابن الكلب هفهمك. في حد صح حد كده؟ في حد صح حد كده يا حاج؟ هفهمك انت. فهمني. القهوه يا حاج، القهوه الساده يا حاج. ساده؟ جايب لي قهوه ساده؟ جايب لي قهوه ساده وبتقولها لي في وشي كده قهوه ساده؟ بتفول عليا؟ عايزني انتهي من هذا الكون تظرفني بره الدنيا؟ لا منتا طلبتها كده. منتا؟ ايوه منتا. اسمها منتا. امال ايه يا حاج؟ اه يا خسيس نسيت اصلك يا واطي، نسيت اصلك، نسيت بيجامتك الوسخه المعفنه اللي مرمي عليها التراب قرح، نسيت شكلك اللي كان متغطي ورا الوساخه. ما كنتش عارف مين اللي ورا العطانه دي. انا اللي نظفتك. صح. بيجامتك المعفنه وصندلك المخربه. صح. مرميين لسه تحت في اوضه الكلب. صح. يا كلب يا واطي. صح يا حاج. صح. حقك عليا. اسمها منتا. منتا يا فرحتي. منتا يا ابن الكلب. والله هموت نفسي عليك. ابوس راسك يا حاج. ويمين انا هموت نفسي عليك يا واطي. يا شر عليك يا حاج. ابوس ايدك يا حاج. ما تزعلش مني. منتا. معلش. المنتا. معلش. اسمع عليك. تعالى يا ابن الكلب يا واطي. يا سلام. تاني انت عايز كل شويه تتضرب تاني. هات امك لقلعك البنطلون وهعلم لك على ظهرك.
ها؟ انت طمعانين فيا ليه يا ولاد؟ يلا يلا وحياة امك من ابو العيب. يلا اجلس يلا اجلس يا واطي. ما انت قال ما انت نسي نفسه الواطي ابن الواطي. طمع عليك احسن انصايا الشاي مين ده؟ بتاع الشاي. سمعت ان عندك بيت اسمها رضا؟ ها؟ عندك بنت اسمها رضا؟ بنت؟ بنت. والنبي ما انا مريح حاجة. السيد موشف ليه؟ أستر يا رب. ايه ده؟ على مهلك يا حاج. أستر يا رب. على مهلك يا حاج. أستر يا رب. ايدك يا حاج. أورني. انت عملت في نفسك كده ليه؟ السيد موشف ليه؟ السلم وسيلة. انت ما تنظفش السلم ليه؟ انا ما تنظفش السلم ازاي؟ ما تنظفش السلم ليه؟ انا ما حد بنظف. كنت زمان بنزل عليه بسرعة، دلوقتي بنزل عليه بالراحة ليه؟ هو مشغل ولا ايه؟ شغال ايه؟ يبقى نظف ال نظف يا حاج. اجري لف الاوضة ثلاث مرات. حاضر يا حاج. يلا حاضر يا حاج. اطلع فوق يلا. اخوك وصل اخوك وصل. يبقى الكلب وحشتوني يا ولاد الكلب، وحشتوني وحشتوني يا عرسل. بس كفاية حنا ما تعيش. رجلك من على رجلي. حاضر. تعيش على رجلي يا حاضر. انا من فرحتي. زهيرة. حبيبي ازيك يا روح. يا زهيرة. ازيك يا حنا. عاملة ايه يا زهيرة؟ وحشني. والله وانت كمان وحشني. وحشني يا زهيرة. بركة ان انا شفتكم بخير يا اولاد. بركة ان انا شفتكم بخير. الله يخليك. اعدلني والنبي يا عاصم. حاضر. اعدلني يا اخوك. اعدلني. حاضر. ايوه بس 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 اقعد بقى طالما انا قعدت يبقى انتوا تقعد. ايه؟ لا انا كنت عايز اسالك على ابنك. قول يا زهيرة كل اللي في نفسك. ايه ايه ابنك اسمه الرعية المحروس؟ هو فين؟ حناوي. كركر. كركر. وهو فين بسلامته؟ لا ده كركر دلوقتي في سويسرا. عايش في سويسرا على طول، طول حياته عايش هناك، يصحى سويسرا، ينام سويسرا، يتغدى سويسرا، ياكل سويسرا، حياته كلها مستندسه سويسرا. حياته ايه؟ هيوصل في بحر نهر الاسبوع ده. عشان كده انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم قد ايه انا قسيت عليكم، قد ايه انا حرمتكم، قد ايه انا ذلتكم ودست عليكم باوسخ جزمه موجوده عندي. علشان كده انا قررت ان الثروه اللي جمعتها دي كلها طول حماتي ما تروحش زرت في الهواء. لازم ابن الكركر يتمتع بيها، ولازم عشان يتمتع بيها اكون انا راضي عنها. اللي عاوزها تكون لابن كركر واحده من فصيل دمه، خه هي خه وهو خه، يبقوا الاثنين اخوات ويتجوزوا بعض. واهم شرط انهم يخلفوا منه حناوي، وعلى حسب ما يختار كركر يجيب حناوي صغير ان شاء الله قد كده يحمل اسم الحناوي او حرف الالف من حناوي، واكتب لها ذاتي ونفسي وما املك. هل من عندكم فتيات؟ هل عندكم من فتيات؟ هل لكم ابناء؟ فلا تقدموا الى ساحه المعركه وتزوجوا من ابن فرفر. هيا تقدموا تقدموا وأروني من أجل مجد هذه الأسرة أن يعود مرة ثانية، وألا يتكاثر مرة ثالثة، وألا يتعظم على أحد في الدنيا أن يكون من خارج هذه المنطقة الحرة. نحن أبناء هذه الأسرة، هذا البيت، أبناء هذا البيت، فيجب أن يكون هذا البيت أن يكون مستضاعا بما كان يتوارى عليه هذه العمارة. فيجب أن يكون متواجدين مع وحدة واحدة في هذا المنطق وعرضه، وعلى أساسه فليتواجد كل المواطع ومنها على بواب وطابق وكور منها إلى الأمام دائما دائما، ولن أتنحنح ولن أتزحزح ولن أقول أبدا.
رفعت القعدة. جراح مستر عاصم، انت ناسي الفيلم ده عملته على المدير عشان تاخد سلطة. الخلاصة انا ليا اخ اكبر تاجر قطع غيار فيك يا مصر، اسمه الحناوي، مالتي مليونير. انت اخوك مالتي مليونير؟ طب قول مالتي لكن مليونير لا. يا عبيطة يا هبلة، مليونير هو اللي مالتي لا، احنا اللي مالتي جنبي منه، عمره ما عطف عليا لا انا ولا اختي، بخيل بخل الدنيا كلها. باختصار عنده ابن اسمه كركر، نفسه يجوزه بنتي من العيلة، وانت عارف ان انا بنتي في الامان هتضبها. طب انا اعمل ايه يعني؟ تعملي بنتي. ما تنسيش وصلاتي الأمانة اللي انت ماضيهم لي على بياض، يا الدفع يا الحبس. ايوه يا حاج حناوي، حاضر. ده كان حيرتي الواحد امبارح. حاضر هجيب وهجيب له لبس اللي هو عاوزه. حاضر، وهقول انه جاي من سويسرا. انا جيت سويسرا، انا جيت سويسرا. انت عارف يا كركر، انت عارف اللي انا ابوك. انا ابوك. ابوك بابا. حلو قوي، حلو قوي كلمه بابا منك، بس علي حبتين يا حبت الكلب. تعال يا كركر، عايز البس وشك يا دهية. مش عارف حسبك لمين، حسبك لمين، مش عارف. تعال ضبا، صوان دي مش كان لازم ده يتعمل في دار مناسبات؟ كركر هو اللي صمم على كده، ده كان عاوز يدفن ابوه في الجنينة، قال ايه عشان يبقى جنب البسين. البقية في حياتك. البقية في حماتك. شد حيلك، شد ديلك. انا زعلان، انا زعلان. بابا نام. بما انك صديق كركر، مش ملاحظ ان تصرفاته غريبة شوية؟ غريبة ازاي؟ غريبة ازاي يعني؟ ما هو صوته عالي على طول وجريء قوي، وردود افعاله مش طبيعية. رأي حضرتك انه قضى فترة طويلة قوي من عمره في سويسرا، وكل اللي في سويسرا كده. ده قال لي واحد في سويسرا اهو. صدق شوقتني اشوف سويسرا، شوقتني. ده انا لازم اروح سويسرا. انما انتوا ما عملتوش نعي لي. عملنا. فين؟ في الاهرام السويسري. هند، يا هند، 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 تعال اكسلنس، ادي قهوه. اتفضل اكسلنس. اتفضل اتفضل اتفضل. ايش حساب؟
حساب ايه؟ حساب، هات حساب. مفيش حساب. انت خدت حساب؟ انا ما خدتش حساب، مفيش حساب. لا حساب اكسلانس غلط كده. يشرب مفيش حساب. ياخد حساب. ما فيش حساب. شوف حساب. اشرب قهوة. خلاص الراجل شرب خلاص. معلش يا جماعه اعذرونا، موت والده مأثر على نفسيته. تعال تعال عم. انا نفسي افهم بتدور على ايه جوه. طب تعال تعال. كيف حياتك يا عم الحلاق؟ غير علينا كان، غير علينا كمان الحاج حناوي، كان غالي عليا انا كمان، انا كمان، انا كمان كان غالي عليا، انا كمان. ايه ده؟ انا غالي عليا انا كمان. كان غالي عليا انا كمان. كان غالي عليا. اطلع يلا برا كله، كله برا. كلاب برا برا.